اليوم وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة معرضي يومكس وسمتكس 2020. السنة هذه هي النسخة الرابعة، وصلت المساحة إلى 25500 متر مربع، الشركات وصلت إلى 166 شركة، بالإضافة إلى وجود تحدي الشيخ محمد بن زايد للروبوتات، هذا تحدي عالمي يعقد للمرة الثانية. الطائرة هذه اسمها قرموشة، الطائرة هذه إنتاج إماراتي، الطائرة هذه تعمل 6 ساعات طيران متواصلة، تطير على سرعة 150 كيلومتر في الساعة، تشيل حمولة 150 كيلوغرام. الطائرة هذه اليوم أول مرة نعلن عنها، نلبي احتياجات الزباين في السوق، قدم كل شيء جديد حسب متطلبات الزباين. تأتي مشاركة وزارة الداخلية خلال معرض يومكس 2020 لتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في استخدامات المجالات المتعددة ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. نأتي اليوم لاستعراض بعض المجالات هذه والسبل المستخدمة في الطائرات بدون طيار خلال مشاركتنا بهذا الحدث العالمي، وعندنا أنواع مختلفة لأول مرة تنعرض في جناح وزارة الداخلية لاستخدامات يومية ولمهام خاصة نطلبها خلال العمل الشرطي. البرودكت الجديد السنة في عندنا برودكت اللي هو الهاي سبيد تارجت، الهدف الجوي الفائق السرعة اللي هو يكون سوبر سونيك. الاند يوزر هو المهم اليوم للشركات المنتجة كيف توصل البرودكت ماله، فهذه المعارض تساعد على توصيل البرودكت او التعريف بالبرودكت حق المستخدم النهائي. سعيد اليوم تواجدي في المؤتمر الصحفي لإطلاق شعار يوم الطفل الإماراتي بتاريخ 15 مارس. المبادرات ومشاريع تم الإعلان عنها مميزة فعلا، تم الإعلان عن النية لتأسيس البرلمان للطفل الإماراتي، مبادرة فعلا عالمية تضمن حق المشاركة للطفل الإماراتي والطفل الموجود على أرض دولة الإمارات في التخطيط للمرحلة القادمة. مثل ما تعرفون عام 2020 عام الخطة الخمسينية وإشراك الطفل وأخذ مرئياته في المرحلة القادمة جزء لا يتجزأ من عملية تنفيذ هذه المبادرات والمرئيات، بحكم أنها هم الجيل اللي بيتعايش في 50 سنة القادمة. تم التوقيع أيضا من خلال المؤتمر الصحفي على عدة مذكرات تفاهم بين مجلس أعلى للأمومة والطفولة، ونحن في وزارة التوعية والبيئة أيضا وقعنا مذكرة تفاهم للعمل مع المجلس وأيضا مع الأطفال، بإن شاء الله بيتم خلال يوم الطفل الإماراتي الإعلان عن المبادرات في القطاع الفيه بإذن الله. أول شيء أنا حابة أشكر أصحاب المعالي والسعادة والضيوف الكرام اللي شرفونا في المؤتمر ليتم الإعلان عن شعار يوم الطفل الإماراتي 2020. طبعاً انطلق يوم الطفل الإماراتي 2020 تحت شعار حق المشاركة، اللي إن شاء الله بتكون الفعاليات تحت ضمن هذا الحق، وإن شاء الله في السنوات القادمة كل يوم طفل إماراتي بيندرج تحت، بيكون أشياء أن تعزز أو تثبت دور الطفل الإماراتي في المجتمع، وأنه يثبت الطفل الإماراتي للعالم أنه قد المسؤولية ويقدر أنه يكون طفل برلماني قد المسؤولية. هذا المهرجان الثامن، طبعا السنة هذه مشاركتنا تختلف عن مشاركاتنا السابقة. المشاركات السابقة كانت عرض للجماهير، نعرف الجماهير وحضور المهرجان بأن في شركة إماراتية تصنع الأسلحة الخفيفة بكل أنواعها.
من المسدسات، من البنادق الهجومية، من بنادق القناصة. المشاركة هذه تختلف لأن السنة هذه في مهرجان الوحدات المساندة تم السماح ببيع الأسلحة وترخيص الأسلحة للمواطنين، فمشاركتنا هذه هي ما زالت مستمرة لتعريف الجماهير بالأسلحة، وفي نفس الوقت نحن نبيع الأسلحة للجماهير وللراغبين باقتناء الأسلحة. البيع هو عن طريق شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية للمواطنين فقط. اليوم هنا نحن التقينا مع ابنتنا الفائزة البطلة الأولى في تحدي القراءة العربي للموسم الرابع هديل من السودان، البطلة التي تألقت في الدورة الماضية، البطلة التي بالفعل رفعت اسم السودان واسم العرب بكل تلك الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تمتلكها. كان لقاء شيق بينها وبين أبنائنا من طلاب وطالبات المدارس في إمارة أبوظبي، حضروا لجامعة أبوظبي لكي تنقل لهم هديل هذه التجربة الرائدة والجميلة في مشاركة تحدي القراءة العربي والأثر الكبير لتحدي القراءة العربي الذي تركه سواء عليها وعلى حتى أبناء جيلها وحتى على مستقبلها بإذن الله. كنت أحب القراءة منذ طفولتي، منذ أن كان عمري 5 سنوات كنت أحب الكتب، شكل الكتب وكل ما يتعلق بالكتب. كانت هناك مجالات تستهويني مثل الأدب والفلسفة، الأدب النمطي، كما أنني أحب السير الذاتية، التنمية البشرية. كتاب قصتي هو كتاب رائع جدا مثل الحكمة والدهاء الذي يتميز به فارس العرب الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، لأنه يعني لخص فيه قصة حياته بسهولة ويسر وبإلهام. فقد كانت هذه القصة ملهمة لي لكي أطور من نفسي ولكي أربح لقب تحدي القراءة العربي وكون من لغة العربية منبع للعلم والمعرفة وعاد لها مكانتها المفقودة في العالم. اليوم نحن نقدم عرض عن المشاريع التطويرية الموجودة في منطقة بني ياس. المشاريع تخدم الأحواض بني ياس غرب وشرق بني ياس وبني ياس شمال. المشاريع عبارة عن 3 أنواع، النوع الأول هو البنية التحتية و6 مشاريع. تدرج هذه المشاريع في عمليات الطرق الداخلية والأرصفة والصرف الصحي وشبكة الأمطار وإعادة تأهيلها، كذلك نقدم خدمة مسار الدرجات الهوائية والإنارة، كذلك نقدم مشاريع الحدائق وهي عبارة عن 4 حدائق، قسم منها طبعا تقدم خدمات ترفيهية للمجتمع وإسعادة. يهدف المشروع بالدرجة الأولى أن ننفذ نحن اليوم توجهات القيادة الرشيدة وتطبيقا لاستراتيجية بلدية أبوظبي 2020 في رفع كفاءة المنطقة بحيث تكون سعادة المجتمع متوفرة وموفرين لهم جميع الخدمات. المعرض اليوم مثل ما تشوفون كان فيه أخبار كبيرة عليه جدا، خلال أسبوع كامل عرضنا فيه هذه المشاريع، خذنا من المواطنين احتياجاتهم وملاحظاتهم وبندرجها نحن في مشاريعنا القادمة إن شاء الله. اليوم سوف أنفذ هذه الورشة، ورشة اللغة العربية، مع مجموعة من المؤسسات المختلفة، وأركز في هدفي في هذه الورشة على الكتابة بوجه أقص، المعاملات، الكتابات والمعاملات اللي بيكون متداولة ما بين المؤسسات المختلفة، سواء كان تقارير، رسائل إدارية، طلب شكوى، طلب أجازة، كل هذا مطلوب في المعاملات في المؤسسات المختلفة. وطبعاً أحياناً يعني بترد إلينا بعض الأخطاء اللغوية، أخطاء إملائية، أخطاء في هيكل الكتابة نفسه، ولكن طبعاً يعني أنا أريد أن أركز هذا اليوم على هذا النوع من الكتابة، اللي هي الكتابة اللي احنا بنسميها كتابة وظيفية، كتابة للحياة العملية.
اليوم نحن موجودين هنا للاحتفال بتخريج أول فوج من دفعة شرطة خاصة بشرطة أبوظبي في عام 1969، وقام بزيارتنا شعراء من برنامج شاعر المليون، تم تعريفهم بالمتحف وبتاريخ شرطة أبوظبي. طبعاً مدرسة الشرطة تم إنشائها في 1967، والغرض من إنشاء مش فقط تدريب أفراد الشرطة في شرطة أبوظبي، ولكن من جميع أفراد إمارات الساحل المتصالح. نتكلم عن الفترة اللي هي قبل اتحاد الإمارات السبع. هذا الشيء يدل على نظرة المغفور له الشيخ زايد أن اتطرق إلى إنشاء جهاز شرطي مش لخدمة مصلحة إمارته فقط. وطبعا في نفس الفترة هذه تم تعيين آمر لمدرسة الشرطة المقدم محمد جمع الظاهري، وبعد ذلك تم تعيين اللواء سامي الساكت آمرا لمدرسة الشرطة. 1968 تم إعادة تنظيم هذه المدرسة، وبالتالي تم استقبال أول فوج للشرطة الخاصة بشرطة أبوظبي فقط. وطبعا تم تسمية الفوج هذا فوج زايد الأول، اللي تم تخريجه في عام 1969 22 فبراير.